هناك حوالي 117 مليون بحيرة على أرضنا، وهي تغطي ما يقارب من 4% من الأراضي القارية. يمكن أن تكون البحيرات صغيرة أو كبيرة، نظيفة أو متسخة، ضرورية للبنية التحتية أو فتاكة. فإذا كنت تسأل عن البحيرة الأكثر خطورة في العالم، فهذا المقطع سيجيب عن سؤالك. مرحبا بكم في أخطر بقعة على هذه الأرض، بحيرة كيفو المتوحشة. بحيرة كيفو هي واحدة من البحيرات الكبرى في إفريقيا، تقع على الحدود مع الكونغو، رواندا. تراكم في قاع هذه البحيرة كميات هائلة من غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، تصل كمية الميثان إلى 65 مليار متر مربع، ويقدر أيضا أن كمية ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 256 كيلو مترا مكعب، ما يجعل هذه البحيرة قنبلة موقوتة. ولسوء الحظ فهي تقع عند سفح البراكين، أي إنها تقع في منطقة ذات نشاط جيولوجي كثيف، وهذا يسبب تراكم الكثير من الغازات والتي قد تؤدي إلى انفجار كارثي. هذه العوامل مجتمعة تجعل هذه البقعة الأخطر على الأرض، تغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 2700 كيلومتر مربع، وهي تقف على ارتفاع 1460 مترا فوق مستوى سطح البحر. بحيرة كيفو هي واحدة من البحيرات الثلاث المعروفة بخطر الانفجار، جنبا إلى جنب مع بحيرة نيوس وبحيرة مونون، بتركيب كيميائي غازي فريد من نوعه لكل بحيرة. لكن الميثان في حالة بحيرة كيفو وثاني أكسيد الكربون الأكثر تفاعلاً نتيجة لتفاعل مياه البحيرة مع البراكين، وتفيد التقارير أن غاز الميثان المتواجد في هذه البحيرة يكفي لتوليد طاقة كهربائية على طول دول المتوسط. والغريب في الأمر أنه وفقاً لخطورتها ولتعرضها للثوران البركاني، أفاد تقرير جديد للسي إن إن أن المستثمرين قد أقاموا الكثير من الفنادق على طول الشريط الساحلي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السائحين التي تتردد يومياً على هذه البحيرة، أي إنها أكبر مناطق الجذب السياحي في رواندا، والمكان المثالي لاسترخاء السائحين بعد الجولات الميدانية في البلاد. وإلى الآن يبقى التركيز الكبير للميثان في البحيرة وقربها من البراكين، وخصوصاً بركان نيراغونغو، أحد أكثر البراكين نشاطاً في إفريقيا، تبقى عوامل مهددة بإمكانية الانفجار. فهل ستظل كيفو بحيرة سياحية وأحد أقوى عوامل الجذب في رواندا؟ أم أن تسليط الأضواء عليها سيجعلها من أكثر البحيرات المثيرة للمخاوف في العالم؟ ما رأيك أنت صديقي المشاهد؟ هل تفضل زيارة هذا المكان؟ دعنا نتعرف على رأيك في قسم التعليقات. شكرا لمتابعتكم.